ما هي الشروط التي يجب أن تقبلها أوكرانيا لإنهاء الحرب مع روسيا؟ تساؤل يبدو وجيهاً في الفترة الحالية، لكن يجب أن يترافق معه تساؤل آخر، وهو ما الذي تطالب به أوكرانيا والولايات المتحدة وشركاؤها؟ ولا شك أن المرحلة المقبلة هي مرحلة التفاوض على إنهاء هذه الحرب، لكن تقارير غربية تؤكد أن التفاوض سيأتي بعد سيطرة روسيا على مساحات كبيرة من أوكرانيا، بما في ذلك ممر بري يربط بين شبه جزيرة القرم وروسيا. كما تتحدث هذه التقارير أيضاً عن أن أوكرانيا والغرب حالياً بحاجة إلى تحديد تنازلات مقدمة لحث بوتين على وقف هذه الحرب، وأن على الغرب توضيح الظروف التي يكون فيها مستعداً لرفع العقوبات عن روسيا، مع الإقرار بأنه بدون التنازلات الصعبة قد لا تنتهي هذه الحرب. كما ترجح التقارير أن الصفقة النهائية ستشهد استبعاد كييف من الانضمام إلى الناتو، مع قبول أوكرانيا بأن تكون دولة محايدة. وفي المقابل الصفقة ربما تتضمن موافقة روسية على إجراء استفتاءات لجمهوريات القرم ودونباس.